بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أتحدث عن How to create a mobile application step by step guide، أي كيف يمكن إنشاء تطبيق محمول أو جوال خطوة بخطوة. Kivi is a Python framework for building multi-touch and cross-platform graphical user interfaces. طبعا البعض بيسأل ما هو Kivi؟ طبعا Kivi هو إطار عمل من Python لبناء واجهات مستخدم رسومية متعددة اللمس ويعمل عبر جميع الأنظمة. Cross-platform graphical user interface. It's free and open source and allows developers to write code for desktop and mobile platforms with a single source code base. طبعا هو إطار عمل مجاني مفتوح المصدر، بيسمح للمطورين بكتابة التعليمات البرمجية للمنصات المختلفة مثل منصات سطح المكتب الديسكتوب والأجهزة المحمولة الموبايل بلاتفورمز بنفس الكود الواحد، ودي ميزة جميلة جدا. Kivi includes a number of UI widgets such as buttons, labels, text inputs and drop down menus as well as more advanced widgets like video players and maps. إطار عمل Kivi بيشمل العديد من العناصر والأدوات اللي بنستخدم فيها الواجهة الرسومية مثل الأزرار buttons, labels الملصقات, text inputs مدخلات النصوص، وكذلك drop down menus وكذلك القوائم المنسدلة، بالإضافة إلى more advanced widgets بالإضافة إلى العناصر الأكثر تقدما مثل مشغلات الفيديو الفيديو players وكذلك الماتس الخرائط. Kivi is a powerful framework. يعتبر إطار عمل Kivi فعلا إطار عمل قوي that can be used to build a wide range of user interface applications، الذي يمكن أن تستخدمه لعمل تطبيقات في الواجهات الرسومية في مجال واسع جدا for different purposes لأغراض مختلفة. إن شاء الله هنشوف أول تطبيق ممكن إزاي نصنعه باستخدام إطار عمل Kivi. بتفتح محرر الأكواد عندك سواء الفيجوال ستوديو او البايثون تشارم، طبعا انا بستخدم البايثون تشارم، بتفتح نافذه التيرمينال وبتثبت هنا مكتبه Kivi، بتكتب هنا pip install Kivi. طبعا اثناء تثبيت مكتبه Kivi في نافذه التيرمينال ممكن البعض على بعض الانظمه تواجه بعض المشكلات في تثبيت هذه المكتبه. اقول لك ان شاء الله لا تقلق، ساترك لك ان شاء الله رابط في وصف الفيديو بعض الاوامر الاخرى غير pip install Kivi ممكن تثبت بها مكتبة Kivi على أي سيستم عندك إن شاء الله بكل يسر وبكل سهولة جدا. بنغلق نافذة التيرمينال بعد تثبيت المكتبة وبنبدأ هنا في كتابة الكود، فبنكتب هنا import Kivi وبعدها بنكتب from kivi.app import ونكتب هنا app capital يعني application. بنكتب from kv dot user interface dot label، وهنا بنبدأ في استيراد أول أداة label وبيكتب ليها تلقائي import، فبكتب هنا أداة label ولا ننسى أن يكون أول حرف كابتال ونكتب هنا label، وبعدها أبدأ في تعريف أول class فبكتب هنا class وبكتب اسم الكلاس واختار اي اسم. هنا بنكتب على سبيل المثال my app يعني ده تطبيق عندي my application، وبنفتح هنا brackets وبتكتب هنا app بتعرف ان ده هيكون application، وبعدها بتخرج من البراكتس وتضع كله، ومن اول السطر بتعرف هنا دالة فبتكتب هنا define وبتكتب اسم الدالة مثلا هنا على سبيل المثال build وبنكتب self. طبعا بنعرف الدالة ان هي دالة بناء ذاتي هنا build self يعني بتبني هنا الدالة بشكل تلقائي، وبعدها بنكتب هنا return يعني عود ليا بالليبل وطبعا اسم الاداة اللي انا استوردتها في السطر رقم 3. طبعا انا هنا بستخدم اداة واحدة فقط، ان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنعرف ازاي نستخدم جميع الادوات واحدة واحدة خطوة بخطوة، هنعرف الأدوات كلها وإزاي نتعامل معها، وبعد ما نخلص الأدوات هنعمل application متكامل وبعدين هنعرف إزاي نصدره APK. طبعا بنكتب هنا brackets
وبعدها بحدد خصائص هذه الأداة، فأكتب مثلا تكست يساوي، وبنضع هنا النص على سبيل المثال هيلو وورلد، وبعدها باخد كوما واحدد خاصية تانية ولتكن مثلا خاصية فونت سايز يساوي حجم الخط مثلا 30، وبعدها ابدأ في استدعاء هذا الكلاس، فبكتب هنا ماي اب اي اسم الكلاس اللي انا كتبته وعرفته، وبعدين اتبعه ب امبتي براكتس، وبعدين دوت واكتب ران، وطبعا الران مطبوعه ب امبتي براكتس ايضا، وابدا في تنفيذ اول كود، اضغط ران. هنا ظهر لي السكرين دي ومكتوب عليها هالو وورلد. يبقى بكده انشات اول تطبيق بسهوله جدا خاص بالموبايل، وممكن احوله ايضا الى ديسكتوب. طبعا هتقولي طب انا عايز اعاين هذه السكرين على الايميوليتر او على الموبايل. سهل جدا، هتحول الملف ده لاي بي كي. هتقول طب انا عايز اعاينه اشوفه دلوقتي. هقول لك انتظر لما نعرف نستخدم جميع الادوات مثل اداه الليبل، التكست بوكس، هنعرف ازاي نستخدم الدروب داون مينو، ازاي ننظم الويدجتس على السكرين بشكل هوريزونتال وبشكل فيرتيكال، بشكل افقي وبشكل عمودي، ازاي نعرف ننظمهم. وبعدين هنكتب ابلكيشن كامل، وبعد ما نكتب الابلكيشن كامل ونعمل تصحيح للاكواد، ودي طبعا ميزه هنا من ميزه كيفي، ان انا اقدر اعدل، اعمل اي موديفيكيشن، اقدر اضيف، اقدر احذف بكل سهوله وبسرعه جدا. دي ميزه جميله في مكتبه كيفي. ايضا الميزه الاخرى في مكتبه كيفي ان هو من داخل بيئه بايثون اللي بتمتاز بالسهوله، ده اول حاجه. تاني حاجه ان البايثون امتد في مجالات كتير جدا جدا، يعني اقدر استفيد بالمجالات الاخرى اللي بتديني قوه في استخدام مكتبة كيفي وأكواد كيفي، إن أنا أستعين بالمجالات الأخرى في تطبيقات المحمول. طبعا البعض بيتساءل هل أستخدم مكتبة كيفي في صنع تطبيقات خاصة بالمحمول والجوال، أم أستخدم الأندرويد ستوديو اللي هو خاص بشركة جوجل؟ طبعا الأمر متروك لك، هما كلا الأداتين فعلا ممتازين، هما سواء مكتبة كيفي تبع البايثون او الاندرويد ستوديو تابع لجوجل، هما كلاهما ادوات قويه جدا ولهم مميزات كبيره. لكن مكتبه كيفي بتمتاز بالسرعه، كيفي بيمتاز بان ممكن اعدل من داخل البايثون واستفيد من البايثون بكل مشتملاته بكل محتواه. الاندرويد ستوديو مازال هو تعتبر بيئه حديثه العهد، مازالت بطيئه على كثير من الاجهزه، وكذلك بطيئة في عملية التستنج، ودي طبعا مشكلة ما زالت بقالها دلوقتي من 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 تاريخ أول إصدار في الأندرويد ستوديو. والمشكلة دي موجودة إن بعض المبرمجين انصرفوا عن استخدام الأندرويد ستوديو نتيجة إن هو بطيء جدا على كثير من الأجهزة، وبطيء جدا في عملية التحويل للإيميوليتر، وإنك تعاين الأبليكيشن كابيكي على الموبايل. لكن هنا الميزة الحلوة في كيفي ان هو ممكن انك بتعمل التعديل وبتعمل ديباجينج بكل سهولة، ولما بتطمئن البرنامج خلاص تمام تم تصحيح الاكواد بشكل نهائي، اقدر احوله لابيكي. وطبعا عملية التحويل لابيكي ان شاء الله هتاخد دقيقة او دقيقتين، وهنستخدم فيها ان شاء الله جوجل كولاب ايضا، هنرجع ايضا لجوجل كولاب. وطبعا دي عبارة عن منصة او بيئة عمل جميلة ايضا بتسمح لنا ان احنا نحول الكود الى اي بي كي بسرعة. ان شاء الله ساترك لك في وصف الفيديو رابط بهذا الكود يمكن التعديل عليه ان شاء الله، وفي الحلقات القادمة هنشرح الادوات الاخرى واحدة واحدة خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.